and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. No. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2019 خلصت ونزل فيها أفلام كتير ومسلسلات كتير, ففي الفيديو ده هتكلم عن كل المسلسلات اللي أنا شفتها في 2019, وهقول وأنا بتكلم عن كل مسلسل إذا كان ده أفضل مسلسل من المسلسلات في 2019 ولا لأ. في برضه فيديو تاني هينزل عن أفضل أفلام نزلت في 2019, هتكلم عن الأفلام اللي أنا شفتها وهقول إذا كان الفيلم ده أفضل فيلم أو ولا لأ. هنبتدي الأول بالمسلسلات, والمسلسلات هتبقى متضمنة أنميات برضه معاها, يعني الأنمي هيعتبر مسلسل مش هعمل قايمة ليه لوحدهم لأن هما اللي فرط عنهم السنة دي ما كناش كتير, فهحطهم في قائمة المسلسلات. أول حاجة بلاك كلوفر. انا عارف ان بلاك كلوفر نزل سنه 2017, بس انا كشخص شفته في 2019 فاحط في الحاجات الحلوه اللي انا شفتها في 2019 وعجبتني, وكان في قصه عجباني وتحريك حلو والرسم حلو, وحاجه صغيره كده تعليق على المسلسل ان الناس بتقول ان هو شبه ناروتو. يعني معلش انا من وجهه نظر مفيش اي تشابه خالص بين ناروتو وما بين بلاك كلوفر. بلاك كلوفر عن السحر, ناروتو عن النينجا. اللي هنا كمان الفكره ان البطل ما عندوش اي قدرات, ناروتو كان منبوذ بس كان عنده قدرات, كان عنده تشاكرا ماشي اللي هو العالم كله ماشي بالتشاكرا, هو هنا عنده تشاكرا ما اصلا ما عندوش خالص اي سحر ولا اي حاجه. هنا البطل ما عندوش اي قدرات غير ان اسطا وينو يعتبر اخوات, العلاقه ما بينهم وما بين بعض فيها تنافس بس الاثنين بيحبوا بعض. ناروتو وساسكي كانواش بيحبوا بعض, كانوا الاثنين بيغيروا من بعض, ممكن يكون في كره شويه, فهنا في اختلاف كبير بالنسبه لي من وجهه نظري. ثاني حاجه تشيرنوبل. There was nothing sane about Chernobyl. Pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000. تشيرنوبل بيتكلم عن الكارثه اللي حصلت سنه 86 في شمال اوكرانيا بالانفجار المفاعل النووي, موت ناس كتير. الاثار بتاعته في المسلسل بيتقال ان هي موجوده لحد دلوقتي, فالمسلسل اصلا مش طويل من 5 حلقات, جزء واحد. يعني احسن حاجه ان جزء واحد المسلسل مش اكتر من كده, قصير يعني عامل كده زي ايرش مان ممكن تتفرج عليه على مثلا لو عايز تجزقه, وهو اصلا مش الحلقه مدتها ساعه 5 حلقات, فحلوه وتقعد كده مره تخلصه. اول مسلسل من المسلسلات الحلوه في 2019 ديمون سلاير. ديمون سلاير من الانميات الحلوه اللي نزلت السنه دي اللي عمل ضجه كبيره. الانمي الرسم فيه حلو, الاغاني اللي فيه حلوه جدا, المقدمه والنهايه الناس كلها ده اول كنت بتسحب عليهم ممكن ما تكملهمش, بس دلوقتي لما كنت تيجي تتفرج عليه كنت تسمع المقدمه والنهايه الاخرهم انهم حلوين جدا. والاغنيه اللي في الحلقه 19 دي كانت احلى الحاجات في عالم الانمي في الاغاني 2019 دي, تعتبر الاغنيه دي ده ممكن احطه تاني مسلسل حلو في 2019 بالنسبه لي. رابع حاجه تاكون تايتنز, طبعا مفيش كلام يعني مش محتاجين نتكلم عن غاكي نوكورو. ياتس تو كراشتا جيكي غار يا ريباي اوكيكو ناتتا كا ميتشي نوري وا ناغا سو دانا كيوجين نو كوهيتسكا نو تشيكارا وو تسكاتت كابي وو فساغو تتو كوري كارا وا كيوجين داكي جا ناكو هيتو تو تاتاكاو كوتو ني نارو شوسا هيدان نو هيكيغاي تشوسا وو زينمن توكيتس ايرين تو هيستوريا وو هيكي واتاسيت تنا كونو تشيسا نا سيكاي وا كارو تو شيتيرو كيبو كا زيتسبو كا 中央は人類の未来を託すに至る存在か否か。
بتتكلم عن التاكون تنزل الموسم كله من اول حلقه لاخر حلقه كله حلو، مفيش اي ملل فيه خالص، مفيش زهق، الرسم حلو، التحريك حلو، الاداء الصوتي، شخصيه ليفاي بالنسبه لي في الموسم ده خدت حقها جدا، ويعني فعلا انا شايف ان ليفاي احسن بكتير من ايرين، ده من وجهه نظري ان انا مش بنجذب دايما للبطل، فشخصيه ليفاي هنا تحفه. المعركه اللي عملها مع العملاق القرد او العملاق الوحش كانت تحفه، فالانمي يعني تحفه تحفه، وفاضل الجزء الاخير هينزل السنه اللي هو السنه دي خلاص ان شاء الله هينزل، بس امتى ما تحددش، بس ده يعتبر تالت عمل احطه في الاعمال المفضله ليا في المسلسلات 2019 هو اتاك اون تايتنز ده اكيد. يعني سينيتا طوكيو بيمريا تايلاندا hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. كاسا دي بابل بالنسبه لي اول جزئين كانوا حلوين جدا بالنسبه لي، كان لو كانوا قفلوا عند جزئين كان بقى زي الفل كده خلاص، مش محتاجين نمط، مش محتاجين نزود حاجه جديده، بس طبعا نتفليكس عشان العمل نجح فلازم نضيف له اجزاء جديده، حتى لو ايه ما دام بيجيب مشاهدات نعمل له اجزاء جديده فما فيش مشكله بالنسبه لهم. فبس هنا تيجي برضو ان الجزء التالت اتعمل بس مش فاضي، يعني هو العمل ضاف في كذا شخصيه في المسلسل ده، يمكن الشخصيه اللي هي الشاذه جنسيا دي ملهاش لازمه بالنسبه لي، شخصيه رخمه، بس شخصيه الضابطه دي او الشرطيه الحامل دي كانت مستفزه وادائها حلو وشخصيه ليها لازمه، وقدرت في الاخر تتفوق على البروفيسور. فزي ما بقول المسلسل كان ممكن جزئين حلو، بس الجزء التالت لما اتعمل مش فاضي، يعني برضو انك عملت جزء تالت منه ما خليتهوش فاضي، المسلسل التاني هتكلم عليه كمان شويه تعمل له جزء تالت فحلو، فاديت الجزء الرابع ده يخلص العمليه يبقى اخر جزء يا ريت يعني بالنسبه لي، بس هو مش افضل عمل في 2019 بالنسبه لي. Strange Things بالنسبه لي سترينج ثينجز ده من وجهه نظري في اعمال نتفليكس يعتبر العمل الكامل الكامل بالنسبه لي، يمكن كان في شغله صغيره كده مش قد كده، بس العمل لحد دلوقتي تلات اجزاء كاملين كل حاجه فيه حلوه، السي جي اي حلو، الممثلين حلوين، الاطفال الصغيرين اساسا هم ابطال المسلسل كلهم عندهم موهبه تمثيليه، قصه ماشيه لحد دلوقتي حلو، افضل عمل متكامل بالنسبه لي في اعمال نتفليكس كلها. سترينج ثينجز يعتبر من المسلسلات المفضله بالنسبه لي في 2019. اكيد يعني طبعا دارك، هتكلم على دارك طبعا من الاعمال الحلوه اللي تخلي دماغك تلف، ممكن تتفرج على الجزء 3 مرات لحد ما تعرف تستوعب المسلسل كله، لعب في الزمن، والجزء التالت هيفتح الاكوان الموازيه، اعتقد انهم هيفتحوا مواضيع الاكوان الموازيه، فالمسلسل حلو، وانا بحترم صناع المسلسل في حاجه ان هم قالوا اللي احنا ان هم هيخلوه 3 اجزاء، يعني بإذن ان المسلسل ناجح وعامل نسب مشاهده، بس هم قالوا احنا هنكتفي ب3 اجزاء، وانا بحترمهم في الموضوع ده، لان العمل لما بينجح وتقعدوا تمطوا فيه وتقعدوا تعملوا حاجات مالهاش لازمه فيه بيسخف بيسخف، فده طبعا من الاعمال المفضله بالنسبه لي في 2019. انا مش فاكر اذا كان هو نزل في 2019 ولا 2018، بس انا شفته في 2019 فهحطه في القايمه دي. هتكلم عن مسلسل محدش يمكن سمع عنه خالص، لو في حد بيتابع مسلسلات تركي، مسلسل الغراب. Benim adım Kuzgun. Ölümüm 3 gün. Yeniden doğmam 20 yıl sürecek. Kimsin sen? Ben Akça Kuzgun. Geri döndüm. المسلسل ده كان حلو جدا، هو اتعمل منه جزئين، اول جزء 16 والجزء الثاني 5 حلقات، ما تعرفش ازاي يعني ازاي خلوه 5 حلقات، الجزء الثاني 5 حلقات، كنت تخليهم كلهم جزء واحد، بس عشان الاتراك يعني المسلسل ما جابش لسه مشاهده كبيره في الجزء الثاني فاكتشفوا ان هم يخلوه 5 حلقات بس،
بس الفكره في المسلسل ده ان البطل بتاعه نفس البطل بتاع مسلسل حب للايجار، وفي حب للايجار كان تمثيله يعني هو كممثل اللي هو تاخده مثال كده في اللبس والشكل ونيو لوك، يعني كان فظيع، البدل والدقن والشعر كانت كده، ده اللي انت شايفه في الممثل ده، والهيبه بتاعته والشياكه وكده، ده كل اللي انت واخده من الممثل بالنسبه لي في حب للايجار. اما في المسلسل ده بان بجد قدراته التمثيليه في المسلسل، بان ان هو ممثل جامد، مش بس مجرد ممثل البنات تتفرج عليه وخلاص، لا هو ممثل يعني عامل الدور حلو جدا، القصه حلوه، القصه مختلفه عن اي قصه تانية شفتها في المسلسل ده التركي، فالمسلسل حلو طبعا. الجزء الاول كان حلو، الجزء الثاني اللي هو 16 حلقه، الجزء الاول والجزء الثاني 5 حلقات بس، الحلو ان هم 5 حلقات قفلوها حلو، يعني 5 حلقات كان المفروض يمتد اكتر من 5 حلقات بس هم قفلوها على 5 حلقات من غير ما يسيبوا ديل للمسلسل، المسلسل لا اتقفل حلو في ال5 حلقات دي، ما مش وحش، فممكن احط في المسلسلات المفضله بالنسبه لي في 2019 لانه كان حلو فعلا. المتشرد منتشر، المسلسل الكوري لو في حد بيتابع كوري برضو، المسلسل ده حلو جدا، احسن عمل كوري شفته من مدة، سين لي سين جي من افضل الممثلين التركيين بالنسبة لي، هو الممثل بتاع فيلم قطر بوسان، دول اكتر ممثلين بحب اتفرج لهم على افلام او مسلسلات. من وجهة نظري المسلسل حلو متكامل، سوزي عاملة دور حلو، معرفش بيكرهها ليه في كوريا، عاملة دور حلو جدا، القصة مختلفة، كل الطاقم التمثيلي بدع هنا، انت كمان شكيت في الناس كلها، انا يعني في الفيلم شكيت في كل الناس، ممكن واحد معاهم في الفريق شخص انت شايفه كويس انا شكيت فيه، لدرجة ان في الاخر قلنا الشرير شخص ما تتوقعوش خالص. مسلسل حلو وقصة حلوة، بس القفلة المفروض ان في جزء تاني، بس هما قالوا ان الجزء التاني احنا اصلا قعدنا في الجزء الاول نصور كتير وخد مننا وقت كتير، فايه مش عارفين اذا كنا هنعمل جزء تاني ولا لا، فالقفله ما تعتبرش قفله لا جزء اول ولا جزء تاني، يعني دي تعتبر قفله جزء اول لجزء تاني، بس انتوا مش هتعملوا جزء تاني فدي ما تعتبرش قفله، انا مش عارف يعني متغفلنا كده في القفل، ان في النهايه دي مش عارفين راسنا من رجلينا، فده العيب الوحيد في المسلسل، بس مسلسل حلو، يمكن مسلسلات احلى في 2019 بالنسبه لي. في ناس تقول لي انت كل مسلسلات عملت 2019 كلها حلوه وكلها حلوه، انا لسه جاي لك في المش حلو بقى بالنسبه لي، 13 ريزون واي. I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? I'll never know why you did what you did. But I can make you understand how it felt. You don't know the whole story. What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. ده مسلسل كان جزء اول كان حلو، تمثيل حلو، الممثلين كلهم تمثيلهم حلو، الفكره مختلفه، فكره ان البطل اساسا ميت وهو بتحكي قصتها، فده كان مختلف بالنسبه لي، فكره الانتحار والمشاهد الانتحار ومشاهد وهي بتقطع شرايينها كان مشهد مقزز ومشهد يعني كل ما اشوفه بأشعر وافتكر حتى بأشعر، فالمسلسل كان حلو ومختلف، بس اخره كان حلو الجزء الاول، والجزء الثاني يعني الجزء الثاني ده لو كان اخر كام حلقه انضموا كده للجزء الاول كان بقى حلو، لحد اللقطه لما كلهم بيحضنوا بعض كده ده كان يبقى حلو قوي، المشهد الاخير لما كلاي كان بيعيط هم حاضنينه كان مشهد تحفه، والاغنيه واحد بيسمعه متاثر جدا في المشهد ده كان حلو كده، تقفل المسلسل زي الفل، جزئين ولا جزء واحد بتدخل فيهم المشهد الاخير ده يبقى زي الفل، اما مطيت جزء تاني ومطيت جزء تالت يعني، الجزء التاني انت الوحش اللي فينك بوظت صورة هانا بالنسبة لي، خليتها اي حد بيشقطها يعني، ما كانتش كده، انا عارف ان هي ما كانتش بتبيع سبح بس ما كانتش كده، مش كل الناس بتشقطها وتعمل علاقات مع كل الناس، حاجة تقرف يعني، بس الجزء التالت ده خرج عن المضمون خالص، ما بقاش فيه 13 سبب اصلا، ايه هم 13 سبب؟ ما فيش 13 سبب، وشخصية اني دي ملهاش 30 لازمة، ملهاش 30 لازمة، ومش عنصرية، والله ما عنصرية، انك تقول عشان سمرة وكده لا خالص، بس ملهاش 30 لازمة، واحدة لسه أول مرة تظهر تبقى هي البطلة وهي اللي بتروي القصة، مش عاجبني يعني، وكمان في المسلسل ده لو هنتكلم على يعني احنا بنتكلم على معاناة حد في المسلسل ده ان هي هنا، لا احنا بقى نيجي نتكلم نبص من منظور تاني، كلي هو اللي كان بيعاني، هو كان بيحبها وكان نفسه يعترف لها وما عرفش، وعرف ان هي اصلا بتحبه وكان نفسها يعترف لها وماتت، فيفضل عاتب الذنب ده طول حياته وهو بيحبها، ف
لو هنتكلم عن معاناة حد في المسلسل ده هو كلي. فده كل ملاحظتي على المسلسل، ان هو لو كان فضل جزئين او جزء واحد زي ما قلت كان احسن، والمشهد الاخير في الجزء التاني كان زي الفل كده. اما هم عملوا جزء تالت وفي جزء رابع ممكن يبقى في جزء خامس، فده مش حلو. مسلسل جيم اوف ثرونز. هختم بقى لمسلسلات كتير بس دول احسن مسلسلات، ودي مسلسل اللي هي مسمعه قوي، جيم اوف ثرونز هختم بيه. أسوأ مسلسل في 2019 وأسوأ مسلسل هو 2019، مش أسوأ مسلسل في العقد ده أو في الفترة دي، لأ. جيم اوف ثرونز مهما حصل هيفضل من أحسن المسلسلات اللي اتعملت، هيفضل لحد الموسم السابع. لأن الموسم السابع كان فيه شوية عيوب بس لأ كان مش وحش، بس الموسم الثامن كان كارثة كارثة يا جدع. النهاية وحشة جدا، كلفت حاجات كتير جون سنو، مخلتوش خليت ترتور ملوش 30 لازمة في المسلسل. دانيريس اللي كل الناس بتحبها خليتها قاتلة وسفاحة من الحلقة التالتة تنقذ البشرية، في الحلقة الخامسة بتموتهم. يعني حرام عليك تبوظ لي متعة مسلسل زي ده بالنهاية الزفت اللي انت قفلتها دي. فأنا مش هتكلم في المسلسل كتير، لأن المسلسل ده لو هتكلم عليه في فيديو لوحده، لأنه مهما اتكلمت فيه مش هخلص. فالمسلسل وحش كموسم تامن. مسلسل نقول الموسم الاول الموسم السابع اسطوره اسطوره بالنسبه لي، هتفضل خالده طول ما انا عايش جيم اوف ثرونز. بس الموسم الثامن ما بحسبوش من جيم اوف ثرونز، لان حاجه بشعه بصراحه. كل حاجه السي جي اي والحاجات دي مش وحشه، السيناريو زي الزفت. فلا الموسم جيم اوف ثرونز طبعا المسلسلات مش حلوه. انا يعني دي يعتبر المسلسلات اللي انا شفتها وكانت مسمعه جامد وفعلا المسلسلات تستحق. فلو وصلت لاخر الفيديو يبقى كتر خيرك، انا وصلت لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتضغط اشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ونقول في الاخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel.